السلام عليكم. وعلى سفح المكبر عند أولى القبلتين، ثالث الأقداس صن الحرمين، في جوار المهد من أرض السلام، نشر الشيطان طاغوت الظلام، ومضى يعوي ويزأر، وتوارى القدس في جوف الدجى، بائس الأطلال محجوب السنا، يسأل الأنقاض أن الموعد، وما تزاد القدس تسأل متى موعد النصر وساعة الحرية، وما تزال واقفة على جمر الانتظار، تشهر جمالها في وجه القبح الصهيوني، وتنافح بكل ما فيها من سلامة وسكينة وحب عدوان الاحتلال وإرهاب الدويلة المارقة. إنها هناك تنتظر بكل ما فيها من أشواق أمتها الرائدة التي أمست في خطاها للقدس عائدة. سأكتب عن شوارعك المضاءة من دماء ودموع شعب الكادح المحزون في ليل العناء، ودموع شعب الكادح المحزون في ليل العناء. سأكتب يا قدس، ماذا سأكتب لعينيها مدينتي التي سجنت، لمسجدها لأقصاها لحرمتها التي انتهكت، أهلا بكم. أمة رائدة للقدس عائدة، عنوان كبير طموح تتحمل أعباءه ثلة مباركة من أبناء الأمة العربية والإسلامية. فبدون أمة واحدة رائدة لن تتحقق العودة للقدس المحتلة. لذلك كان الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين جامعا لجهود الأمة ومنظما لفعالياتها المناهضة للعدو الصهيوني في سبيل الدفاع عن أرض فلسطين وتحريرها من براثن الاحتلال. في مؤتمره العاشر يحرص الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين على توحيد الجهود وتثبيت اتجاه البوصلة التي كادت أن تزاح عن أولى القبلتين وثالث الحرمين. لذلك كان لابد من مؤتمر أمة رائدة للقدس عائدة ونقاش في هذا الموضوع مع الدكتور محمد أكرم العدلوني، الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين في الأستوديو. أرحب بك معنا دكتور في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم. نتشرف أن نكون بينكم. شكرا لكم على الحضور. دكتور، اسمح لنا أن نشاهد سويا التقرير الخاص بهذا المؤتمر ثم نعود للنقاش. أمة تتحرك هي أمة تتجدد، وعلى هذا يتجدد الأمل في كل عام بالأمة العربية والإسلامية. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الرواد العاشر الذي ينظمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، حيث يلتقي المسلمون من كل أصقاع الأرض لأجل القدس وفلسطين، فرواد بيت المقدس في مؤتمرهم العاشر ينطلقون تحت شعار أمة رائدة للقدس عائدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الحالي في اسطنبول بتركيا.
اليوم هذا المؤتمر يعني يقدم دعم إعلامي لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، يسلط الضوء على معاناتهم، يسلط الضوء على معاناة المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس المحتلة، يعلي الصوت عاليا رفضا لتهويد مدينة القدس المحتلة، رفضا لما تمارسه دولة الاحتلال بحق أهلنا في مدينة القدس. فبحضور 700 مشارك من 45 دولة من مختلف دول العالم، يتجه المؤتمر نحو تعزيز جهود الأمة الإسلامية لنصرة فلسطين قضية وشعبا في ظل تعاظم الحصار شدة، والمتزامن مع قرارات الرئيس ترامب الرامية إلى إضاعة حق العودة وتهويد القدس بجعلها عاصمة لدولة الاحتلال. تشارك في المؤتمر نخبة من قادة ورؤساء الحركات والهيئات والمؤسسات في العالم العربي والإسلامي المختصة بالعمل لأجل القضية الفلسطينية، كرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والمفكر السنغالي محمد سعيد با، والقيادية النسائية الماليزية فوزية حسن، والداعية الإسلامي طارق سويدان، إضافة إلى لفيف من الشخصيات والمؤسسات التي ستثري المؤتمر بعلمها وتجاربها. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ورحب بضيفي الدكتور محمد مرة أخرى. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياكم الله سيدي. أهلا وسهلا بكم دكتور. قبل الخوض في الحديث عن المؤتمر العاشر لائتلاف بيت المقدس، دعنا نتعرف على هذا الائتلاف بداية. الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، ما هو هذا الائتلاف الذي ينظم هذه المؤتمرات ويهتم بشأن الأمة ويوحد جهودها تجاه فلسطين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، لا بد من توجيه الشكر لكم ولهذه القناة العزيزة لإتاحة هذه الفرصة لاستضافتكم الكريمة. الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين هو فكرة نبتت في عام 2011 على إثر الثورات الربيع العربي في 15/1 تحديدا. اجتمعت ثلة من أبناء هذه الأمة وبناتها من المهتمين بالشأن الفلسطيني، القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية القدس، وتداعوا وتنادوا لما لا نشكل شبكة وإطارا جامعا موحدا يحشد طاقات الأمة بمؤسساتها وجمعياتها وهيئاتها وجماعاتها وأحزابها، ويكون هم هذا الائتلاف قضيتين أساسيتين: نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته وثباته على أرضه، والقضية الثانية هي قضية مواجهة ومناهضة المشروع الصهيوني وتبيان مخاطره والتعامل مع ذلك، لأن المشروع الصهيوني يشكل خطرا كبيرا. نعم. ليس فقط على الفلسطينيين وعلى الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا على الأمة وبل على الإنسانية بأكملها. الائتلاف له مجموعة من الأهداف. عندما انطلق في هذا التاريخ الذي ذكرت، شكل له مؤتمرا عاما كان في بداياته المتواضعة، ثم بدأ ينمو ويتسع حتى أصبح يعني يحضره في ما سبق من المؤتمرات يحضره مئات من أبناء هذه الأمة يمثلون 50 دولة إسلامية تقريبا. والعدد الذي نتوقع وصوله هذا العام تحديدا في المؤتمر العاشر، وهو عمل تراكمي كما لا يخفى على الجميع بلا شك، قد يصل العدد الذي سيحضر إلى 1000 من المشاركين بإذن الله تعالى. كما ذكرت يمثلون هذا القطاع العريض من أبناء الأمة من قارة آسيا وقارة أفريقيا وأوروبا وشبه القارة الهندية وغيرها من المناطق، سيأتون إلى إسطنبول في الموعد المحدد لهذا المؤتمر إن شاء الله تعالى. ففكرة الحقيقة الائتلاف هي فكرة توحيد الجهود وحشد الطاقات والإمكانات والقدرات من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، وكذلك من أجل مواجهة هذا المشروع الصهيوني. جميل. وطبعا ينبثق عن هذا الائتلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي تدعم وتعزز عمل هذا الائتلاف على المستوى التخصصي وعلى المستوى الجغرافي وعلى المستويات المتعددة في الأقطار المختلفة. دكتور، الآن يعني عندما تعقد مؤتمرات من هذا النوع في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية إلى هجمة شرسة أمريكيا وحتى يعني عربيا في بعض المواقف التي لا ترتقي إلى ما يتطلبه الوضع الفلسطيني، ما أهمية المؤتمر في هذا التوقيت بالذات؟ نحن نعتقد أن للمؤتمرات الحقيقة التي تعد إعدادا
مدروسا ومنهجيا ومنظما بشكل جيد، يراعي في الظرف الذي تمر فيه الأمة، وكذلك يراعي فيه الظرف الذي تمر فيه القضية الفلسطينية بشكل عام، وكذلك يراعي أيضا ظروف الأقطار العربية، خاصة تلك الجروح النازفة في أكثر من قطر لدينا. هناك مستجدات جدت على القضية الفلسطينية لا شك، مستجدات متعلقة بخطورة تصفية القضية الفلسطينية من خلال الصفقة التي أطلقت وأعلنت على لسان ترامب الذي ينادي بتصفية القضية الفلسطينية بكل أشكالها، وخاصة قضية القدس وقضية العودة وقضية حق تقرير المصير وقضية الدولة والسيادة وغير ذلك. هذا الأمر طبعا يستدعي منا أن نقوم بشيء. هذا الشيء نشاطاته متعددة، منها ملتقيات وندوات ومحاضرات وزيارات ودورات وتوعية وتثقيف بالذي يحصل من انتهاكات وخطورة هذه المسائل التي تحصل. فهنا يأتي المؤتمر الحقيقة في هذا السياق. المؤتمر عبارة عن آلية لإعادة الوعي، لتذكير الناس والأمة تحديدا بكل مكوناتها بدورها الريادي تجاه قضية القدس وفلسطين، لأننا نعتقد أن الشعب الفلسطيني لوحده لا يستطيع أن يحرر فلسطين ولا يستطيع أن يواجه المشروع الصهيوني، وأنه بحاجة ماسة إلى دور الأمة معه. فلذلك نحن أردنا في هذا المؤتمر وفي هذا الظرف بالذات أن نذكر الأمة من جديد بدورها الريادي تجاه هذه القضية. لذلك نحن رفعنا الشعار أمة رائدة. والشطر الثاني هو يريد أن يذكر بأن القضية التي ينبغي أن نصوب النظر إليها اليوم مع بقية القضايا التي تزدحم بها الأمة حقيقة في كل ساحاتها وأقطارها، بقضية بيت المقدس وقضية فلسطين لأنها عنوان الصراع، فنريد أن نوحد البوصلة ونوحد الوجهة والمسار نحو ذلك. فالمؤتمر الحقيقي يأتي لكي يعبر عن ذلك بعدة أشكال، ونحن نطمح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. أول هذه الأهداف الحقيقة هو إعادة الدور الريادي لهذه الأمة، توجيه البوصلة من جديد إلى قضية القدس، تنبيه الحاضرين والمشاركين من رواد بيت المقدس في هذا المؤتمر إلى خطورة صفقة القرن، إبراز معاناة الشعب الفلسطيني التي تجري على الأرض الآن والتي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني العدو الصهيوني، سواء كان في القدس أو كان في الضفة الغربية أو كان في غزة في الحصار الخانق أو كان في أرض 48 أو كان في الشتات واللاجئين. لذلك نحن من أهدافنا في هذا المؤتمر تسليط الضوء على هذه القضايا وإبرازها وإبراز معاناتها، وبنفس الوقت أيضا طرح برامج عملية حتى فعلا تتعامل مع هذه القضية ليس فقط بالمعرفة والتثقيف والمعلومة، وإنما أيضا بالبرامج العملية والمبادرات والحملات التي تواجه هذه القضايا بشكل. وهذا هو السؤال التالي، يعني نحن بحاجة فعلا إلى ذلك، ولا سيما أن هناك دائما تطورات جديدة بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضية القدس. ما أهم وأبرز تلك الوسائل التي تلجؤون إليها والبرامج العملية من أجل إبقاء هذه القضية حية وبالتالي اشتراك الأمة في الدفاع عن القدس وصد الهجم عنها؟ يعني من هذه الوسائل كثيرة طبعا. نعم، المؤتمر بحد ذاته هو وسيلة بلا شك. نعم، ولكن داخل نحن نستغل ونستثمر هذا الحدث على مدار يومين. لدينا العديد من الفقرات في هذا البرنامج وكلها تسهم الحقيقة في تعميق هذا الوعي وتحقيق الأهداف التي ذكرتها قبل قليل. لدينا طبعا جلسة افتتاح رسمية عنوانها الأساسي سيوجه رسالة إلى هذه الأمة من خلال الشرائح التي تمثلها الأمة. الشباب لهم دور، المرأة لها دور، السياسيون لهم دور، المفكرون لهم دور، الإعلاميون لهم دور، البرلمانيون، الرسميون، كلهم لهم دور. ستكون هناك كلمة أساسية سيوجهها الأستاذ إسماعيل هنية قائد المقاومة ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس. هناك كلمة أيضا ستكون للمفكر الوطني الكبير الأستاذ منير شفيق وهو الأمين العام للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج. وهناك كلمة أيضا ستوجه إلى الأمة سيلقيها القائد الكبير الأستاذ خالد مشعل. وكذلك هناك فقرات متعددة لشرح تفاصيل المستجدات وتطورات القضية الفلسطينية سيلقيها الأستاذ محمد نزال. وهناك أيضا العديد من الندوات وورش العمل. ونحن نركز على ذلك الحقيقة. عندنا 5 ورش عمل أساسية. ستكون هناك ورشة عن القدس، ورشة عن الأسرى والجرحى، ورشة عن غزة وحصارها وكسر الحصار، ورشة عن الضفة الغربية ومعاناتها، ورشة عن اللاجئين
وحال الشتات اليوم، وخاصة بعد القرار الذي اتخذه ترامب أيضا من خلال يعني الحصار والخناق على الأنروا اللي هي المؤسسة الدولية التي ترعى شؤون ذلك، لدينا أيضا إبراز لدور الأمة. هناك التجارب والنماذج المتميزة التي ستعرض بإذن الله تعالى، لدينا عدة نماذج ناجحة ومتميزة على مستوى الأمة، قدمت يعني فعلا برامجها ونشاطاتها على مدار الأعوام السابقة. لدينا العديد من هذه التجارب، لدينا تجربة السنغال، تجربة الجزائر، تجربة أسطول الحرية ماذا كان يفعل، تجربة أيضا لها علاقة بالPDS اللي هي حملة المقاطعة، وكلها تجارب ناجحة في الحقيقة ومؤثرة بالتأكيد. بالتأكيد الحقيقة. فهذه كلها أستاذ يونس هي عبارة عن وسائل ونستثمرها في هذا المؤتمر بلا شك. نعم. ليعني تنبيه أبناء الأمة وروادها إلى دورهم في المرحلة القادمة بإذن الله. دكتور، من اللافت أن هناك حضور مميز لممثلين عن أكثر من دولة، ولا أبالغ إن قلت أن هذه الدول أو عن هؤلاء الممثلين من أكثر من قارة أيضا. نعم. وهذا يدل أن القضية الفلسطينية وأن قضية القدس لا تزال حاضرة لدى الأمة، على عكس ما يروج من أن الأمة التي انشغلت لا شك بجراحاتها بدت بعيدة عن هذا الاهتمام ببيت المقدس وفلسطين. هل هذا لهذا الحضور المتميز دلالاته بالنسبة لكم في رئاسة الائتلاف وكأمين الائتلاف؟ طبعا لا شك له دلالة كبيرة جدا الحقيقة، دلالة على أن هذه القضية مهما كانت جروح الأمة نازفة في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي روهينجا وفي ما يحصل في أندونيسيا اليوم، بالرغم من المأساة التي حصلت في أندونيسيا خلال الأيام الماضية، تسونامي الجديد، لكن مع ذلك هناك وفد كبير قدم من أندونيسيا، والبعض قدم من تلك المدينة التي نكبت. يعني هذا يعبر الحقيقة عن عشق الأمة وعشق يعني كل مكوناتها وقواها الحية إلى قضية القدس. نحن من خلال تقييمنا ومن خلال تطوافنا ولقاءاتنا بالعديد من قادة هذه الهيئات والمؤسسات والاحتكاك بالشعوب، الحقيقة لا نجد أنه ما زالت قضية القدس وقضية فلسطين تتولى أو تحتل الصدارة في اهتمامات الأمة، لكن لا شك أن يعني يبقى الجهد الذي يقدم دون المقبول. يعني نحن نتمنى أن يكون الدور أكبر من ذلك بكثير، لأن الاحتلال ما زال جاثما على صدورنا في فلسطين. المشروع الصهيوني ما زال ينفذ ونافذ في كثير من بقاع الدنيا، ما زال هناك أمل. لكن الإجابة بشكل محدد على السؤال، لا، لم تتأثر القضية، لكن نحن نطمع المزيد. ونحن نلجأ الحقيقة إلى سياسة، أستاذ يونس اسمح لي أقول لك، نحن تبنينا سياسة في هذه، خلينا نقول في هذه السنة التي نحن يعني فيها، وهي نتيجة تجربة وتراكم التجربة السابقة، أن نوطن العمل للقضية الفلسطينية في الأقطار. جميل. نفسها. بمعنى ابن آسيا يشتغل في آسيا، ابن الهند يشتغل في الهند، ابن الباكستان يشتغل في باكستان يعمل من أجل القضية، ابن السنغال، ابن موريتانيا، ابن بوركينا فاسو، وهل مجرة في كل أقطار الأفريقية والأسيوية والعربية، شمالا وجنوبا شرقا وغربا. ونحن، أنا كنت في زيارة قريبة جدا إلى أفريقيا، إلى غرب أفريقيا، كان هناك ملتقى مهما جدا، ملتقى غرب أفريقيا حضرته 17 دولة أفريقية. الحقيقة يعني مع مشاعر الناس وتفاعلهم مع القضية لا تتخيلوا أخي يونس، كبير جدا رغم انشغالاتهم رغم أمورهم، وبالمناسبة بكل ألوانهم وأشكالهم، يعني قد يختلفون فيما بينهم على شؤونهم الداخلية السياسية والحركية والتنظيمية وغير ذلك، ولكن يلتقون على قضية القدس وعلى قضية فلسطين، لمسنا ذلك بأيدينا وبأعيننا. نعم. لذلك يأتي السؤال آخر دكتور يترتب على ما تفضلتم به، وهو الحديث عن الدور الذي تطمحون إليه من هذه الأمة، الدور المنتظر حقيقة. نحن لا نريد أن نقارن الأمة أو قواها الحية الآن بالقوى الصهيونية في وقت تأسيس إسرائيل أو حتى هذه اللحظة، إنما نريد أن نقول هناك دور منتظر من هذه الأمة نطمح أن نصل إليه، وهذا الدور لم نصل إليه بعد. ما المطلوب؟ ما الذي تطمحون إليه؟ ما الذي في لحظة ما يشعركم بالرضا عن دور الأمة الحقيقي تجاه فلسطين؟ يعني طبعا هذا مطلب، سؤال مركب أعذرني، ولكن لا، هو مطلب بالحقيقة مطلب محق وسؤال منطقي وفي السياق الطبيعي. في نهاية المطاف الأمة لديها مشاغلها، لديها اهتماماتها،
لديها قضاياها المحلية الوطنية التي نقدر ونحترم ولا شك يعني أنها تؤثر بشكل كبير، لكن نحن على قناعة كاملة أن الذي يتعامل مع قضية فلسطين وقضية القدس وقضية المقدسات، لأنها قضية لا تمثل فقط قضية وطنية أو قضية تراب أو وطن، هي قضية أكبر من ذلك، هي قضية دينية، هي آية في كتاب الله عز وجل، هي قضية إنسانية، هي قضية حضارية ثقافية، فبالتالي يهم أبناء الأمة أن يكون لهم ارتباط فيها. وهذا سابق عهد الأمة سابقا، ألم يكن هناك مغاربة وكان هناك هنود وكان هناك أفغان وكان هناك أعاجم جاءوا إلى فلسطين واستقروا، وقد أوقفهم السلاطين والخلفاء السابقين يعني أوقافا معينة، وكلنا يذكر باب المغاربة ودور الأتراك العثمانيين في ترميم أسوار مدينة القدس وغير ذلك. نعم، لا، إحنا نريد أن نذكر الأمة بدورها من جديد، ونطمح أن نرفع من دورها، ونحن لكي نكون محددين في هذا المؤتمر الحقيقة طرحنا مجموعة من المبادرات ومجموعة من الحملات ومجموعة أيضا من ما نتوقع أن نخرج منه من هذا المؤتمر. أولها على سبيل المثال، نحن أطلقنا أو سنطلق بإذن الله تعالى مبادرة عن تنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع. نحن نريد الأمة دورها أن تتفاعل مع هذه المبادرة. نحن سنطلق مبادرة وحملة عن تجريم الاحتلال وقانون الدولة أو قانون قومية الدولة اليهودية بالاشتراك مع إخواننا وزملائنا في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. هذه الحملة نريد من الأمة أن تتفاعل معها، وتفاعل كبير بإذن الله تعالى. هذا دور من الأدوار المهمة جدا في التفاعل مع مثل هذه القضايا. أيضا لدينا إن شاء الله تعالى محاولة، وهي إطلاق مبادرة لتجميع المثقفين والفنانين والأدباء لكي يكون لهم دور، لكي يكون للكلمة دور، لكي يكون للشعر دور، لكي يكون للمسرح دور، للسينما يكون دور، للمثقف بكل أشكال وأنواع الثقافة يكون له دور. نحن نطمح إلى إطلاق مبادرة رابطة لتجمع هؤلاء، وبإذن الله تعالى ستكون لها محورا خاصا في البرنامج، وسيطلقها أحد الشعراء الكبار من أبناء تونس بإذن الله تعالى. لدينا نحن مشروع مركزي سنطلقه هذا العام، نريد أيضا تفاعل الأمة معه، وهذا دور من أدواره الحقيقة، وهو مشروع إنساني لدعم الشعب الفلسطيني. هو مشروع خيري لكنه إغاثي وتنمو بنفس الوقت، يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في غزة، في القدس، في الضفة الغربية، في الشتات وغير ذلك. هذا المشروع أسميناه حجر في أسوارها. وهذا المشروع هو عبارة عن إعادة ترميم ذلك السور العظيم الذي رممه عدة خلفاء وعدة سلاطين، وساهم فيه مساهمة كبيرة السلطان العثماني سليمان القانوني، ونريد أن نحيي هذه الرمزية. نحن نريد أن نبني ونعيد ونكون جداراً لصمود الشعب الفلسطيني، معبر عنه بهذا السور. قدرنا كم يعني يحتاج لكي تعيد بناءه وترميمه بالبعد الرمزي، قدرناه بمبلغ قد يصل إلى أكثر من حوالي 40 مليون تقريبا دولار، لكن نحن نستهدف هذه السنة إن شاء الله أن يكون يعني لعلنا نطمح في هذا المؤتمر أن نصل إلى الهدف المالي الذي قدرناه. يعني إن شاء الله لهذا المؤتمر. هذا دور، فهناك إذن دور مالي، هناك دور معنوي، هناك دور ثقافي، هناك دور سياسي، هناك دور شعبي جماهيري، هناك دور أيضا يعني جهادي بكل ما تعني كلمة الجهاد الواسعة. الجهاد المدني، الجهاد الشعبي، المسيرات، الاعتصامات، إحياء المناسبات في قضية فلسطين. نحن نعتبر كل ذلك أخي يونس نعتبره مساهمة ودعما حقيقيا لقضية فلسطين وقضية القدس، والتي هي قضية الأمة بأجمعها بإذن الله. هل ستكون مشاهد صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه وجهاده في القدس المحتلة الذي هزم الاحتلال في بوابات الأصباط أو باب الأصباط، وكذلك في الضفة الغربية وفي غزة في مسيرات العودة، هل ستكون هذه المشاهد حاضرة أيضا؟ ففي فلسطين ليس فيها فقط مشهد الألام ومشهد المعاناة، إنما أيضا هناك مشاهد عزة ومقاومة وكرامة. نحن أفردنا يعني محورا مهما
للحديث عن هذه القضية تحت عنوان إبداعات الشعب الفلسطيني. جميل. إبداعات صمود الشعب الفلسطيني. نحن نعتبر ما حصل في إغلاق أو وقف قرار إغلاق موضوع البوابات الإلكترونية في باب الأصباط، هذا عبارة عن إبداع فلسطيني تحرك له الصغير والكبير، المرأة والرجل، المسن وغير ذلك، كلهم تحركوا وأسقطوا وكسروا هذا القرار. نعم. وستنكسر إن شاء الله كل القرارات إن شاء الله. تفاعل أيضا مسيرات العودة التي حصلت في غزة، وهذا إبداع ليس بعده الحقيقة. إبداع، نحن لا نريد أن نقول هذه العبارة، أسحب هذه العبارة، ليس بعده إبداع، معناته أنه خلاص توقفنا الإبداع. نعم. لا، سيكون هناك إبداع على سبيل الإعجاب بهذا الإبداع بلا شك. الحقيقة إبداع ليس سهلا. أخي يونس، وأنت من أبناء غزة، وأنا تشرفت في زيارة غزة، وأعرف صمود الشعب الغزي الذي هو يعني أيقونة الشعب الفلسطيني في صموده اليوم. هذا الإبداع هو يعني سحب فتيل الحقيقة مشاكل كثيرة جدا لهذا الشعب المحاصر على مدار أكثر من 12 سنة وهو محاصر، ومع ذلك ما زال يقاوم وما زال يواجه، حتى أقلقنا الصهيوني وأقلقنا الإسرائيلي، وبدأ يتحرك يمنة ويسرة ويتلقف المبادرات من أجل أنه يعني توقف الطيارات الورقية وتوقف القنابل البالونات الحارقة وغير ذلك. هذا دليل على أنه الشعب الفلسطيني بإبداعاته، إبداعات الصمود الحقيقة لا تتوقف، إبداعات الرباط والمرابطين داخل القدس لا يتوقف، كذلك أهلنا في الضفة الغربية رغم كل معاناتهم، رغم كل التنسيق الأمني، رغم كل التسلط، رغم كل إجراءات العقابية التي تحصل عليهم سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لكن الشعب الفلسطيني واقف ويقدم. وبالمناسبة أخي يونس، ليس فقط الشعب الفلسطيني في الداخل، وإنما حتى الشعب الفلسطيني في الخارج. بلا شك. الشتات لم يوقف إخواننا في لبنان، في مخيمات الشتات في لبنان، خاصة في مخيم عين الحلوة، تلك المؤامرة التي كانت ستمضي أيضا على يعني على 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 شعبنا أيضا في قضية الجدار العازل وقضية البوابات، لكن انتفض شعبنا وتحرك سياسيا ودبلوماسيا وعلمائيا وغير ذلك، لكن أوقف ذلك وألغى. كذلك الإبداع الذي حصل في إيقاف قرار تجديد الخناق على الأنروة. نعم. تحرك يعني شعبنا وأبناء شعبنا وهيئاته ومؤسساته من أجل إيقاف ذلك. لذلك الشعب الفلسطيني حقيقة يبدع، حتى شعبنا الفلسطيني في أوروبا في شتات يبدع يا أخي. ألم نتابع المؤتمرات الكثيرة التي تحصل في تلك المنطقة، كيف أن أنهم زرعوا حب فلسطين في أطفالهم من الجيل العاشر. نعم. الذين ولدوا هناك بعيد عن فلسطين، لكنه ما زالت بناتنا وأبنائنا ما زالوا يتغنون بفلسطين، بل بقرى فلسطين، بل يتكلمون اللهجة الفلسطينية يعني القح كما يقولون. هذا كله إبداع الحقيقة لهذا الشعب. دكتور، أنا أعجبتني فكرة نقل القضية إلى قلب الأمة، نقل القضية إلى تلك الدول والعواصم العربية والإسلامية. هذه فكرة مهمة جدا، وتحتاج بالفعل أن تكون هناك مؤسسات أو هيئات تتبنى ذلك. صحيح. عندما تقومون بالتطواف والتجوال في الأمة شرقا وغربا، هل تلاحظون أن القضية موجودة بشكل قوي؟ هل نحن يعني تشعرون بالاطمئنان على الأقل لسير الأمور ولحضور القضية في داخل هذه العواصم؟ نعم. لعله يمكن اسمح لي أن أدلف إلى هذا السؤال بالإجابة عليه من خلال السياسة التي تبنيناها هذا العام أو هذه الدورة. رفعنا شعار أيضا من شعاراتنا، هو أننا نريد أن ننتقل من الاستنهاض والدعم والإسناد العام إلى الشراكة الاستراتيجية مع هذه الأمة. يعني نريد أن تكون الأمة شريكة معنا، شريكة بالتفكير، شريكة بالقرار، شريكة بالتخطيط. نعم. شريكة حتى في رسم الأدوار وتوزيع الأدوار. جميل. وكل قطر يختار الدور الذي يستطيعه، الذي يستطيع أن ينشئ مؤسسة فليكن، الذي يستطيع أن ينشئ مدرسة فليكن، الذي يستطيع أن ينشئ هيئة تعمل مثلا في العمل الإنساني والإغاثي والخيري لدعم الشعب الفلسطيني فليكن، الذي يريد أن ينشئ معهدا للمعارف المقدسية فليكن. تطوافنا الحقيقة جميع يعني المناطق التي نمر بها، وكما ذكرت لك كنا في قريبا في غرب أفريقيا، وقبل كنا في أندونيسيا وفي ماليزيا. هناك العديد من الهيئات والمؤسسات والتي ترتبط معنا يعني بلقاءات دورية ومتابعات
ومتفرغين الحقيقة من أبناء البلد. يعني إحنا ما عدنا نرسل مندوبين، نعم، وإنما لا، من أهل البلد الذين يفهمون لغة قومهم وثقافتهم، نعم، وثقافتهم، ويعملون وسطهم. يعني اليوم على سبيل المثال، وأنا في مكتبي اليوم زارني وفدا باكستانيا من الوفود القادمة إلينا للمشاركة في المؤتمر. هم سألونا ماذا تريدون أن نفعل في باكستان؟ وتعرف طبعا إحنا نتكلم عن شعب باكستاني، شعب عريق وجزء من هذه الأمة، 99% منهم من أبناء الإسلام والمسلمين أقل قليلا. ماذا تريدون أن نفعل؟ فتحدثنا معهم وقلنا لهم تستطيعوا أن، قالوا نحن معجبون في قصة التوعية والمعرفة وفكرة المعاهد المعارف المقدسية، ساعدونا فقط أنتم بالمناهج والمعلمين والمدرسين، ونحن سنتبنى إنشاء معهدا للمعارف المقدسية. هذا دور من الأدوار، هذا يؤكد على فكرة التوطين، فكرة الشراكة، حتى هو ينتقل إلى أبناء بلده. 180 مليون أخي يونس هذا الشعب، الهند تتكلم عن 250 مليون، أنت تتكلم أمة وليست شعب، أنت تتكلم عن 2 مليار من هذه الأمة. نحن نعتقد أن دورنا أو دورنا في هذه الأمانة، في هذا الائتلاف، هو الوصول إلى أبناء هذه الأمة حتى يحملوا قضيتنا ويحملوا قضيتهم بالأساس. وهذا كله يوجه رسالة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين. أخي يونس، ابن قطاع غزة وابن الضفة الغربية وابن القدس وابن 48 لما يحس بأنه أمته معاه وبتتحرك بكل الأشكال وتخرج بالمسيرات بالملايين وترفع الأعلام وغير ذلك، لا، هذه رسالة مهمة لتثبيته وتعزيز مقاومته وصموده، وأن النصر قريب وقادم بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا وعد من الله. وهي رسالة في اتجاه آخر دكتور أيضا للعدو الصهيوني الذي، وهذا شيء مؤسف طبعا، بعض رجال الأعمال في الصهاينة في أمريكا وفي غيرها يقومون ببناء مستوطنات كاملة، يعني يتعهدون بذلك على حسابهم من أموالهم الشخصية. فهذه أيضا رسالة للعدو الصهيوني الذي يفكر أحيانا أن الشعب الفلسطيني وحده يواجه الاحتلال. هي هذه الخطورة، خطورة الاستفراد، أن يشعر العدو الصهيوني قبل الشعب الفلسطيني أنه مستفرد بالشعب الفلسطيني، وأن يشعر شعوراً أيضاً يعني مشابهاً الشعب الفلسطيني نفسه أنه وحيداً دون سند ودون احتضان ودون عمق ودون ظهير استراتيجي من أبناء هذه الأمة. لذلك هذا الحراك، ونحن هذا أحد أهدافنا الأساسية، نريد أن نقول للعدو أن شعبنا ليس لوحده، ونريد أن نقول لشعبنا بنفس الوقت أنك لست وحدك، أن أمتك معك. نعم الآن تتعافى، تتعثر هنا، تتراجع هناك، يعني تنزف هنا وهناك، لكن سرعان إن شاء الله ما تتعافى وتقف وتكمل المسيرة وتكمل الدعم والإسناد والاستنهاض والشراكة، وتحضر نفسها ليوم التحرير بإذن الله تعالى. اليوم مقاومة وغدا تحرير بإذن الله تعالى إن شاء الله. يسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. الائتلاف يقوم بغرس هذه المعاني من خلال الحوارات واللقاءات والزيارات والعمل الدعوي والعمل التعبوي والحشدي والتثقيفي لبث هذه الأمور إن شاء الله تعالى. نعم، الحديث يدور عن المشاركة من أكثر من 40 دولة تقريبا في هذا العام. أنا أبشرك بأنه إحنا حسب الإحصاءات وحسب المتابعات اليومية حتى هذه اللحظة قبل أن أتيك إلى الاستديو، لا، بلغ حوالي يمكن أكثر من 53 دولة ما شاء الله. حتى من الأمريكان موجود عندنا، عندنا متحدثة مهمة آتية من أمريكا، وبعض الضيوف طبعا قادمين من الشعب الأمريكي. نحن لا نكون العداء للإدارة للشعب الأمريكي، وإنما للإدارة الأمريكية هذه التي اليوم تتغطرس وتتباهى بهذه العجرفة. عندنا متحدثة مهمة جدا ستكون، اسمها مسز آن رايت، وهي أحد الناشطين المهمين جدا في أسطول الحرية، ستكون بيننا. هذا نوع أو هذا مثال، أنه أن القضية نعم لها محبوها ولها عاشقوها. السنغاليين موجودين، البوركينا فاسو موجودين، الماليين موجودين، النيجيريين موجودين، جنوب أفريقيا موجودة، الموريتانيين، الجزائريين، التونسيين، المغاربة، الأندونيسيين، الماليزيين. أتكلم عن 53 دولة ستكون حاضرة، غير بلاد الشام، لبنان وسوريا والأردن، وطبعا أبناء فلسطين. لدينا وفد قادم إلينا من القدس ومن غزة ومن الشتات وغير ذلك.
جميل. الحمد لله هذا كله يعبر على أنه هذه المنصة، هذا الإطار، هذه المظلة التي سيجتمع حولها هذا الجمع الكريم بإذن الله في الدولة، هذه الدولة العظيمة التي تحتضن هذه المناسبة، دولة تركيا رئيسا وشعبا وبرلمانا وحكومة وبلديات، التي سهلت لنا الحقيقة هذا الحراك وهذا التنظيم وهذا التجهيز، حتى وهي فرصة طبعا أصبحت ملاذا آمنا لنا حتى نتنفس ونعبر عن آرائنا وعن شوقنا وعن عشقنا لفلسطين ولقدسنا ومقدساتنا. نعم. أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للأمة من خلال هذا البرنامج على وجه التحديد، لأنكم ستوجهون هذه الرسائل بلا شك من خلال المؤتمر وللحضور الواسع فيه؟ الرسالة هي منسجمة مع الشعار الذي رفعناه، نريد أن نؤكد على دور الأمة الريادي، أن تعود الأمة إلى دورها الريادي، ولا يعود الدور. عندما نتكلم عن الأمة لا نتكلم عن جمادا، لا نتكلم عن شيء مجازي، نتكلم عن قواها الحية، نتكلم عن حركاتها، عن أحزابها، عن هيئاتها، عن مؤسساتها، عن علمائها، عن برلمانيينها، عن نقابييها، عن شعرائها، عن مثقفيها، أن يأخذوا زمام المبادرة ويرودوا، والرائد لا يكذب أهله. هذه قضية رابحة بالمناسبة، ترفع من رفعها وحملها، وتخذل وتفضح من خذلها وتنازل عنها. هذه قضية رابحة، فمن أراد أن يربح في الدنيا وفي الآخرة فعليه في هذا الدور. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، الشطر الثاني من شعارنا، أن البوصلة هي القدس. لا نريد أن ننشغل في الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية وهي صراعات طاحنة، وهي طاحنة وقد استهلكتنا واستنزفت الأمة. وقد استنزفت الأمة دماء وخرابا ودمارا لبيوتنا. ألا يعني كيف ننسى عشقنا الشام؟ كيف ننسى عشقنا في العراق؟ كيف ننسى حضارتنا في مصر؟ كيف ننسى كيف؟ للأسف الشديد هذه الخلافات التي أوجدها، خلينا أقول يعني أنا أرجع الأمور إلى الصهاينة، وأرجع الأمور إلى ذلك الحلف البغيض، المشروع الصهيوني غربي المتحالف ضد أمتنا ومقدراتها وقضاياها بإذن الله تعالى. لذلك الرسالة هو أن نعيد الوحدة، أن نعيد البوصلة، ونعيد المسار بإذن الله تعالى. نسأل الله لكم التوفيق دكتور محمد أكرم العدلوني، الأمين العام للائتلاف العالمي لنصة القدس وفلسطين. قلوبنا معكم ودعاؤنا معكم في هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. بارك الله بكم، شكرا لكم جزيلا على ما تفضلتم به. شكرا لكم، نلتقيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى زهرة المدائن وباب الرحمة ومقبرة الرحمة، وحديث عن محاولة شرسة لتهويد هذه المنطقة التي تقع إلى الشرق من المسجد الأقصى المبارك، كما يحاول الاحتلال أن يهدم الخان الأحمر في شرق مدينة القدس المحتلة. المدينة والأقصى من جهاته الأربع محاصر ومعرض للتهويد، فالمتابعة. الرحمة باب ومقبرة وإرث تاريخي،
منذ فجر اليوم الأول للاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين وهو يعمل على تهويد الأرض وأحلال الغاصبين فيها، وجعل في مقدمة أولوياته السيطرة على المدن الفلسطينية وتهويدها، وبقدر أكبر القدس والمسجد الأقصى. فكان محور معركة المقدسيين هذه المرة في أجمل مناطق المدينة، منطقة باب الرحمة. فباب الرحمة يعد أحد أشهر الأبواب المغلقة، حيث يقف شامخاً في السور الشرقي للمسجد الأقصى، وتحيط به مقبرة باب الرحمة التي يرقد الصحابيان الجليلان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس فيها، والتي يخطط الاحتلال إلى اقتلاع جذورها ونبش قبور ساكنيها بهدف استبدال المقبرة التاريخية بحديقة عامة، ليأتي الإعلام ويصور الحدائق والسلام في ظل الاحتلال، متناسياً حقائق التهويد وسرقة التاريخ. كان يخطط المحتل للانقضاض على باب الرحمة على حين غفلة، بعد أن منع وعرقل ترميم تلك المنطقة وأغلق القاعات الأثرية المتاخمة للباب وأصبحت في حال يرثى له، وعمد إلى جعل مستوطنيه يتجمهرون ويتجمعون في المنطقة وحديثهم هيكلهم المزعوم، وبالطبع بحماية من جنوده الغاصبين. لكن المقدسية كيس فطن، استشعر المقدسيون الخطر فأطلقوا حملة عند باب الرحمة اعتكافي، هادفين من خلالها إلى حشد المعتكفين في شهر رمضان في تلك المنطقة في محاولات لمنع مخططات الاحتلال فيها، سعينا إلى تثبيت هوية المنطقة الإسلامية، حاشدين للمهمة أكثر من 1000 معتكف للقيام بأعمال الصيانة والترميم وتأهيل المنطقة للصلاة، بعد أن استمر المنع سنوات طويلة، فناطحت هممهم السحاب وهموا بعملهم على أكمل وجه ليستيقظوا على ما اعتادوا عليه من هذا الاحتلال المجرم، فقد استنفر الاحتلال قواته مقتلعاً الشجيرات مخرباً للترميمات والدرج الحجري، محاولاً كسر إرادة المقدسيين وتثبيتهم وهدم معنوياتهم. لكن هيهات، فستبقى الهبة الشعبية من الداخل والخارج كفيلة بإجبار الاحتلال على التفكير في تبعيات الاستمرار في مشروعه التدميري للإرث الإسلامي في القدس المحتلة، وسيبقى المقدسيون المنارة والقنديل الذي يضيء درب التحرير، فمن ييأس يهزم، فالفلسطينيون لن يثنيهم أحد عن نصرة قدسهم ووطنهم، وسيقفون في وجه من تسول له نفسه الاعتداء على مقدساته، فالأقصى مسؤولية وهي مسؤوليتك ومسؤوليتي، وباب الرحمة ومقبرته وكل تراب فلسطين لنا، وسيبقى عند بيت المقدس اعتكافي. إلى مدينة أخرى وشديدة من مدن فلسطين المحتلة تحكي عن نفسها، عن حضارتها وتاريخها العريق، وعن مقاومتها للعدو الصهيوني، إلى مدينة الناصرة. مدينة الناصرة، مدينة الناصرة عاصمة الجليل شمال فلسطين، تبعد عن القدس 100 كيلومتر. تطل الناصرة على سهل مرج بن عامر الشهير الذي كان هدفاً للحركة الصهيونية منذ أوائل القرن 20. كانت الناصرة قديماً تربط الطرق الرئيسة بين مصر وسوريا. كشفت الحفريات عن آثار في الناصرة تعود للعصرين البرونزي والحديدي. عاش المسيح في الناصرة، ولذلك سمي بيسوع الناصري، وسمي أتباعه بالنصارى، فللناصرة مكانة خاصة في قلوب المسيحيين، وفيها كنيسة البشارة والتي تباع حولها إلى يومنا هذا الأشغال التراثية الخشبية والخزفية المصنوعة تقليدياً في الناصرة.
ومن معالم الناصرة المعروفة إلى يومنا كنيسة القديس يوسف وكنيسة البلاطة أو مائدة المسيح، وكذلك كنيسة سيدة الرحمة وكنيسة المجمع وعين العذراء والجامع الأبيض ومسجد السلام والسرايا العثمانية ومطحنة الجليل البابور. في الناصرة تتعانق المآذن وأجراس الكنائس ليعبروا عن وحدة وطنية تجابه آلة الحرب الصهيونية التي تعمل على مبدأ فرق تسد. سقطت الناصرة بيد الصهاينة في 6 يوليو تموز سنة 1948، ولجأ إليها كثير من الفلسطينيين من القرى المجاورة، فتضاعف عدد سكانها عام 48، وخضعوا كما كل فلسطيني الداخل لحكم عسكري إسرائيلي استمر حتى عام 1966. أزعجت الناصرة المشروع الصهيوني لأنها كانت أكبر تجمع فلسطيني عربي بقي بعد النكبة، فأنشأت إسرائيل عام 1957 الناصرة العليا لتسرق من الناصرة اسمها وتحول الناصرة العربية لهامش للمدينة اليهودية، لكن أهل الناصرة تصدوا ولا يزالون لكل أشكال التهميش. برز من أبناء الناصرة شاعر وقائد سياسي فذ هو توفيق زياد، غنى له العرب في كل مكان أناديكم أشد على أياديكم، والتي كتبها عام 1966. هو القائل: هنا على صدوركم باقون كالجدار، وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار، وفي عيونكم زوبعة من نار، إنا هنا باقون، هنا لنا ماض وحاضر ومستقبل. أحبك يا بلدي يا ناصري، يا 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 ناصري يا ورد غار. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أعطر تحياتنا في الفريق العامل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.